أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشيا الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بحق المسن عمر أسعد أبو هاني ما أدى إلى استشهاده. وقال الشيا إن أبو هاني استشهد متأثرا بجريمة التنكيل بحقه التي تنم عن عقيدة إرهابية يتبناها جنود الاحتلال ومستوطنوه. وقدم الشيا تعازي لأسرة الشهيد ولأهالي قرية جلجيليا. وكان قد استشهد مسن فلسطيني من بلدة جلجيليا شمال مدينة رام الله المحتلة إثر احتجازه وتكبيله والاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد رئيس المجلس القروي فؤاد مطيع أن جنود الاحتلال قاموا بالاعتداء على المسن أثناء عودته إلى البلدة حتى ارتقى شهيدا. وأضاف مطيع أن الجنود نفذوا اعتداء كذلك على 4 فلسطينيين آخرين من عمال وباعة للخضار كانوا متجهين إلى أعمالهم فجر اليوم. طالب المجلس الوطني الفلسطيني المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولي بتدخل للإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد الذي دخل مرحلة حرجة نتيجة إصابته بسرطان الرئة وهو في حالة غيبوبة منذ 8 أيام. وقال المجلس إن الأسير أبو حميد ليس الحالة الوحيدة داخل سجون الاحتلال التي تعاني وتحتاج إلى تدخل طبي عاجل، بل هناك قرابة 600 أسير داعيا المجلس إلى إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما جاء في اتفاقية جنيف بالإفراج فورا عن جميع الأسرى المصابين بأنواع العجز أو المرضى ذوي الحالات المزمنة. حول ما يحدث في الأراضي المحتلة ينضم إلينا من رام الله معتصم سمارة الكاتب والباحث في الشأن الإسرائيلي. سيد معتصم أهلا وسهلا بك. إذا اليوم وللأسف من جديد هذا اليوم يبدأ بجريمة جديدة للاحتلال، ولكن جريمة مغايرة، لم تعد الحجج بالدفاع عن نفس مقبولة، نجد تنكيلا وتعذيبا لمسن. فقانونيا وبالوصف الدولي ماذا يسمى ذلك إلى جانب الجريمة المعترف بها أمام المرء؟ أسعد الله أوقاتك والسادة المشاهدين. ما حدث اليوم هو جريمة حرب مكتملة الأركان بكل تفاصيلها، اعتداء على مسن الشهيد عمر أسعد ابن 80 عام دون أي مبرر. الرجل عاد إلى بيته في ساعة متأخرة من الليل، تم إجباره على النزول من سيارته ثم تقييده ثم اقتياده يعني جرا على الأرض في هذا البرد الشديد في منطقة مرتفعة جدا من قرى رام الله إلى بناية مهجورة. وعندما تم اكتشاف أنه ربما فقد الحياة تم تركه هناك دون استدعاء إسعاف أو من يساعده، وقاموا بالفرار في تحت جنح الظلام. عمل إجرامي، عمل يعني يصلح لأن تقوم به عصابة مافيا وليس كما يدعون جيش نظامي في دولة قانونية. نعم، ولكن أمام حكومة الاحتلال كيف يبرر ذلك الآن عندما تعطي هذه التسهيلات لجنود الاحتلال بحجة الدفاع على النفس، والآن في هذا المشهد الذي كان واضحا أمام العالم لا يوجد أي اشتباك لربما، ونحن نتحدث هنا عن مسن لم يكن هناك بينه وبينهم أي شيء، فعندما تحدث هذه الجريمة كيف يتعامل أو تتعامل حكومة الاحتلال على الأقل أمام هذا المجتمع الدولي؟ يعني في البداية هؤلاء الجنود اعتادوا على التنكيل بالفلسطينيين سواء كبار السن أو بالأطفال. منذ يعني أقل من شهر تم تغيير تعليمات إطلاق النار بالسماح لهؤلاء الجنود بأن يطلقوا النار على الأطفال دون سن 14 حتى وهم يعني كما وصف النص القانوني لهذا القرار حتى وهم يعني يغادرون ساحة المواجهة إن صح التعبير. أطفال يلقون حجارة منذ ربما أكثر من 10 أعوام لم يتم موت جندي أو مستوطن بسبب الحجارة، بينما هناك يعني كل عام مئات وعشرات الفلسطينيين يموتون بإطلاق نار يعني دون أي مبرر ودون أي سبب. حكومة الاحتلال يعني تدرك أنها تستطيع أن تسوق ذلك أمام المجتمع الدولي تحت كل الحجج الواهية التي تسوقها ضد الفلسطينيين، وهي يعني إن صح التعبير مرتاحة الضمير لأنها تعتقد أن هؤلاء الفلسطينيون إرهابيون ومكانهم الطبيعي خارج هذه الأرض، وهم هكذا يربوا هؤلاء الجنود. بالمناسبة يعني هؤلاء الجنود يتلقون التعليم في مدارسهم وهم أطفال،
على أن هذا العربي يجب أن يغادر. هذا العربي إما إرهابي وإما عامل يشتغل، أكثر من ذلك لا، وبالتالي يعني لا يستحق الحياة. نعم، هذه الإعدامات الميدانية وكذلك التنكيل والتعذيب أصبح ممنهجا ولا يقتصر فقط على الشبان، ففي السنوات السابقة كنا نشهده لربما من المتظاهرين أو المحتجين أو المعتصمين دائما، ولكن الآن نشهد استهداف فئات جديدة. هي هذه الفئات تستهدف الأطفال، تستهدف النساء، تستهدف لربما أيضا المسنين، فما هي الرسالة وراء ذلك الآن عدا عن الاستفزاز؟ يعني ربما يعني قد يكون ليس بالضرورة الرسالة المهم، ولكن المهم السلوك الممنهج الجمعي لهذا الاحتلال الذي يزداد عنصرية ويزداد تطرفا ويزداد إجراما. لاحظنا في السنوات الأخيرة وبالذات منذ قدوم دونالد ترامب وإعطائه يعني تصريح مفتوح للاحتلال ليفعل ما يروق له، المستوطنون زادت اعتداءاتهم عشرات الأضعاف، والاحتلال دولة الاحتلال زادت اعتداءاتها سواء بالاعتقالات أو بالهدم أو بالمصادرة أو بالاعتقال عشرات الأضعاف عن السنوات السابقة، رغم أنه يعني حالة الاشتباك مع المحتل لم تصل لدرجة انتفاضة أو لدرجة الاحتكاك المباشر الذي يستدعي كل هذه الإجراءات. الاحتلال باختصار يعني رسالته أنه ليس هناك من يحاسبني، ليس هناك من يستطيع أن يوقفني عند حدي، وهناك دول عربية تهرول للتطبيع، وهناك نظام فلسطيني للأسف ما زال يؤمن بوهم عملية السلام، رغم أن الاحتلال بكل يعني مكونات حكومته يمين ويسار يقول أنه لن تكون هناك عملية سياسية مع الفلسطينيين، وهو يدرك أن هناك حالة انقسام فلسطيني تمنع الفلسطينيين من صياغة رؤية للخلاص من هذا الاحتلال وإجراءاته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني. نعم، هذا النهج الجمعي الذي أشرت إليه سيد معتصم كرسالة ليس موجه للفلسطينيين فحسب، وإنما هو يفتح الباب بمزيد من الانتهاكات وأيضا التعدي، فأيضا من قوات الاحتلال وكذلك من المستوطنين، خاصة وأنه لا عقوبة أو لربما محاسبة أو مساءلة بأي شكل من الأشكال. نعم صحيح، بالضبط كما يقول المثل، يعني من أمن العقوبة أساء الأدب، والاحتلال منذ سنوات أمن العقوبة. يعني نرى أن الجنود يقتلون أمام شاشات الكاميرات، ويقوم الفلسطينيين يعني مكرهين بالتشكي أمام محكمة ما يسمى بمحكمة العدل الإسرائيلية، وهذا الجندي القاتل إما يدفع غرامة بضع دولارات وإما يمكث في السجن لبضعة أيام ويخرج، وبالتالي هو يدرك هذا الجندي سواء هو كان رسمي أو كان مستوطن، يدرك أن هناك ليس من يعاقبه هو كفرد ليس فقط كجماعة، عدا عن أنه الدولة كمجموع هي تدرك أنها فوق القانون، وهناك عشرات القوانين التي صدرت من مجلس الأمن بصيغة الإلزام إلى الآن منذ عشرات السنين لم تنفذ، وهي حبرا على ورق، بينما في الجانب الآخر القرارات تنفذ ضد الفلسطينيين وضد العرب، وبالتالي إسرائيل تدرك، نعم هي تدرك أنه ليس هناك من يحاسبها، بل ويعني أكثر من ذلك هي تدرك أنه ربما كان في السابق تتضرر مصالحها نتيجة هذه المشاهد في عصر السوشيال ميديا والكاميرا تنقل كل شيء، لكن اليوم للأسف نرى دولا يعني عربية تسارع في التطبيع وتهرول إلى يعني علاقات مع الاحتلال رغم زيادة مشاهد الإجرام والاعتداء دون مبرر على الفلسطينيين العزل، وكما ذكرت في السنوات الأخيرة زادت الاعتداءات على كبار السن وعلى الأطفال وعلى الأسرى وعلى يعني من لا يشكلون أي خطر على الاحتلال. نعم، بشكل ممنهج. شكرا جزيلا لك السيد معتصم سمارة الكاتب والباحث بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من رام الله. إذا حول ذلك ينضم إلينا من رام الله قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني. سيد قدورة أهلا وسهلا بك. إذا الآن الأسير أبو حميد في اليوم الثامن من غيبوبة، فما هو العمل الآن؟ هل من توجه أو هل من طريقة حتى يتم الإفراج عنه من قبل الاحتلال؟ يعني نعم هناك جهود تبذل، ولكن يعني اخذنا بعين الاعتبار ان 8 من الشهداء الذين ارتقوا داخل السجون نتيجه الاهمال الطبي ايضا ما زالت جثامينهم محتجزه لدى الاحتلال. لا يوجد هناك منفذ قانوني من خلاله يمكن اطلاق سراحه بسبب قيام الاحتلال
بتعطيل إحدى مواد القانون التي تجيز وتسمح بإطلاق سراح من هم في مثل حالة الأخ ناصر أبو حميد، جمدوها في إطار سلوك عنصري فيما يتعلق بالمعتقلين الفدائيين الفلسطينيين المصنفين معتقلين سياسيين وأمنيين. بالتالي يعني أبواب القانون موصدة، ظلت يعني النافذة الوحيدة هي نافذة العمل من خلال القنوات السياسية. ويعني استنادا إلى نداء من عائلة الأخ المناضل ناصر أبو حميد التي وجهت نداءها لسيادة الأخ الرئيس أبو مازن ولجلالة الملك عبد الله الثاني ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني أي أن يكون هناك جهد متضامن متضافر بين فلسطين والأردن ومصر. أرجو أن تثمر هذه الجهود، وإن كان حتى هذه اللحظة لا يلوح في الأفق أن إسرائيل سوف تستجيب لهذه الجهود. نعم، هذا التجميد للقرار القانوني الذي تحدثت عليه الذي من شأنه أن يكون منفذا قانونيا للإفراج عنه، جاء تحت أي باب ومن أي زاوية قانونية تم تجميده؟ نحن نجحنا في سنوات ماضية في إطلاق سراح العديد من الأسرى الذين كانوا يعني تصل حالتهم الصحية إلى مرحلة حرجة، نجحنا في إطلاق سراحهم على الرغم من أنهم بعد أشهر استشهدوا، لكن في نهاية المطاف استشهدوا وأهلهم معهم، دفنوا في مقابر فلسطينية وليس حالهم كحال الإخوة الذين تحتجز وتختطف إسرائيل جثامينهم. أما موضوع التعطيل فنلمح بشكل واضح خلال السنتين الأخيرتين أن الأسرى المناضلين الفلسطينيين يحرمون من العديد من الامتيازات التي يمنحها القانون من خلال اتخاذ قرار من جهة الاختصاص باستثناء، يعني أي أنهم لا يعطلوا القانون ولكن يستثنوا منه فئة. في إسرائيل حوالي 23 ألف معتقل، منهم 4600 معتقل فدائي مناضل فلسطيني، هؤلاء مستثنين من العديد من الحقوق التي يمنحها القانون. ولذلك نحن حين نقول أن إسرائيل دولة عنصرية لأنه يعني لم تعد تخجل على نفسها، كانت تمارس العنصرية سلوكا وعلى شكل قرارات، ولكنها الآن صارت قانون، يعني صارت عنصرية أيضا بالنص في القوانين التي تشرع. نعم، وعلى ماذا يبنى هذا الاستثناء عندما تحدثت عن استثناءات فئة؟ إذن هذا بالطبع هو دوران واحتيال حول هذه القوانين الموجودة بشكل واضح، ولكن على ماذا يبنى؟ يبنى على قرار من الحكومة، وإذا يعني اصطدم هذا الموضوع بأي جهة قضائية الائتلاف الحاكم الذي لديه أغلبية يمكن أن يتدخل ويدخل نصا وتعديلا على القانون، علما بأنهم لن يضطروا لن يحتاجوا لذلك، لأن ما يسمى بجهاز القضاء في إسرائيل يعني طوع نفسه ليكون أداة في يعني في كل شيء يتعلق بنا كشعب فلسطيني، هو أداة طيعة في يد الجيش، في يد المخابرات الإسرائيلية، وفي يد الحكومة الإسرائيلية. لا استقلالية للقضاء في كل شأن يتعلق بنا نحن كفلسطينيين، سواء كان في موضوع هدم المباني أو مصادرة الأراضي أو بناء المستوطنات أو الجرائم التي تقترف بحق الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال. شكرا جزيلا لك السيد قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، كنت معنا من رام الله.